بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو 9 ديال التمرين 366. اذا اولا نقول الشكل التعريفي للطارق. اذا عندنا الشكل هو هذا، عندنا واحد الدائره المركز ديالها او، عندنا الشعاع ديالها اللي هو او بي، ثم عندنا مسافه او بي كتساوي المسافه من بي ا كتساوي المسافه من بي سي. السؤال الثاني، ماذا يمثل المستقيم او ا بالنسبه للقطعه بي سي؟ اذا الا خدينا المستقيم او ا، الا خدينا المستقيم او ا، شنو كيمثل عندنا بالنسبة للقطعة بي سي؟ إذا كنلاحظ بأن إلا خدينا النقطة أ فهي كتنتمي إلى المستقيم أو أ، إلا خدينا المسافة أ بي فهي كتساوي المسافة أ سي، يعني النقطة أ تنتمي إلى وسط القطعة بي سي. مزيان. ثم إلا خدينا النقطة أو، يعني المسافة، يعني المسافة أو بي فهي كتساوي المسافة أو سي. علاش؟ لأن هذا الشعاع، شعاع في الدائرة، من اي نقطه خديناها على دائره فهي مسافتها، يعني الشعاع تكون تساوي مسافه الشعاع. اي نقطه تنتمي للدائره تساوي الشعاع. بالتالي الا خدينا المسافه او سي فهو كيمثل عندنا الشعاع اللي هو كيساوي ا بي. بالتالي الا خدينا او سي كتساوي او بي. بالتالي النقطه او تنتمي لواسط القطعه او سي. بالتالي المستقيم او ا فهو كيمثل عندنا واسط قطعه بالنسبه للقطعه ا بي. السؤال الثاني، لدينا المسافه AB كتساوي المسافة AC، هذه من خلال المعطيات، يعني أن النقطة A تنتمي إلى واسط القطعة BC. ثم المعطى الثاني، لدينا المسافة OB كتساوي المسافة OA، لأن أي نقطة من دائرة مسافتها عن المركز تساوي الشعاع. طيب لو خدينا المسافة أو أ كتساوي المسافة أو بي، يعني أن أو تنتمي، عفوا أن سي ماشي، يعني هنا سي، هنا عندنا او بي كتساوي او سي، او بي كتساوي او سي، يعني ان او تنتمي الى واسط القطعه بي سي. عندنا النقطه ا تنتمي الى واسط القطعه بي سي، والنقطه او تنتمي الى واسط القطعه بي سي، وبالتالي المستقيم او ا في هذه الحاله شنو كيمثل؟ مستقيم او ا واسط القطعه بي سي. ثم نفس الشيء، نفس الطريقة، السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث شنو عندنا؟ بين أولا ماذا يمثل مستقيم بي سي بالنسبة للقطعة أو أ. لدينا بي أو كتساوي أو أ، إذا السؤال الثالث نفس الشيء. إذا إلا خدينا بي سي فهو كيمثل عندنا واسط القطعة أو أ، لأن علاش؟ لأن المسافة بي أو كتساوي المسافة أو أ، يعني أن بي تنتمي إلى واسط القطعة أو أ. نفس الشيء إلا خدينا المسافة أ سي كتساوي المسافة، كتساوي المسافة و أ، لأن عندنا نفس الرمز، نفس الرمز ديال التقايس. وبالتالي سي فهي تنتمي إلى واسط القطعة و أ، وبالتالي سي تنتمي إلى واسط القطعة و أ، و بي تنتمي إلى واسط القطعة و أ، إذا بي سي فهو واسط القطعة و أ. لدينا بي أو كتساوي بي أ، يعني أن النقطة ب تنتمي إلى واسط القطعة أو أ. نفس الشيء عندنا هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، لدينا سي أ كتساوي سي أو، يعني أن سي، يعني النقطة سي تنتمي إلى واسط القطعة، تنتمي إلى واسط القطعة أو أ. وعندنا من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيد، وبالتالي المستقيم اللي غيمر من نقطة بي و سي فهو غيمثل عندنا واسط القطعة أو أ. وبالتالي المستقيم بي سي واسط القطعة أو أ. ثم عندنا السؤال الرابع، ما هي طبيعة الرباعي؟ شنو هي الطبيعة ديال الرباعي أ بي أو سي؟ كنعرف بأن الأضلاع ديال هذا الرباعي فهي متقايسة. إذا عندنا
او بي كتساوي بي او كتساوي او سي كتساوي سي ا رباعي، فالاضلاع ديالهم متقايسين، اذا فهو معين. او لا يمكن نستعمله بان الاضلاع او القطران فهما عندهم نفس المنتصف ومتعامدين، اذا غيكون عندنا الرباعي فهو معين. اذا لدينا او لا بما ان مسافه ا بي كتساوي مسافه بي او، مسافه او سي كتساوي مسافه سي ا، فإن الرباعي A B أو C معين. وبعدها نكون نسينا التصحيح ديال هذا التمرين. اللي عنده شي سؤال شي حاجة يخليها في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.